قبلة راهو الحفله وانا متبرع لا 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 تعنت فوزي لفتنا هذه مهمه برشا انه اول حاجه المساعده اللي توصل الى الاحمر ومن بعد بتباع يتم توزيعها وايصالها للشعب الفلسطيني المستحق يعني خير المساعده كيفاش تقرا هذه الكلمه؟ بالعكس فوزي تفضل فوزي او كمان بالنسبه للايفينمون هذه كيفاش تقراها؟ حطنا في الاطار كيف البداية الحمد لله ربي الحفل كان مشيت الغاء نظرا للأحداث اللي تشهدها فلسطين من شدوا إخواننا في غزة لكن تعنت متاع الشركة الفرنسوية اللي أبت أن تلغي الحفل أو حتى ترجع مصاريف فهذا كان من المستحيل فمدام سهام رئيسة المشروع ورئيسة مدام أحلام رئيسة المشروع ورئيسة المؤسسة ربي يبارك فيها إن شاء الله يعني حبت الحفل ما يتلغاش لكن تخدم الحفل وتخدم على مستوى عالي وكانت المداخيل نتاعو الحق نتاع ربي الهلال الأحمر وتضامن مع إخواننا في فلسطين وكان الحفل على مستوى عالي والناس لبيت النداء وجات يعطيهم الصحة كل بارك الله فيهم وكثر خيرها ونحن جزء بسيط لا يتجزأ من اللي ربي سبحانه وتعالى عطاولنا حتى نعاونوا باخواننا حتى نكونوا في باش ندقوا عليهم السرور هذه هي مهمتنا. فوزي تبرعت حتى الاجر نتاعك المقابل نتاعك ما خذيتوش يعني حبيت تعمل اكت حكايه سوسيال تبين انه التونسي نجم معناها ساعات الانسانيه نتاعو التونسي مش غريب عليه انا من خلال الجمعيه اللي عندي وكانت عندي وقت نعمل اللي في التلفزيون كل كويس راه حاجتي بحاجه الا وتشوفها هبه عجيبه فالتونسي مش غريب عليه المساعده ومدى التضامن مش غريب عليه وانا كما قلت لك نسمى جزء بسيط لا يتجزا ومش انا وحدي انا والفنان سمير وسيم اذا كان في المستوى يعطي الصحه ربي فضله كثر خيره وبارك الله فيه وهي سيده مدام احلام زادة كان بصراحة خلتنا الراحة وخلتنا أريحية ومصداقيتها هي خلتنا نساهم وهي خلتنا ما نخموش ما نشكوش حتى ولو واحد لحظة باش نكونوا يعني مساهمين حتى في إدخال السرور على الناس. فوزي هذا واجب علينا خويا فوزي علاش ترى أنه ما تراش أنه اللي قامت به الدولة أخيرا أنها تمنع الحفلات ينجم يعطل مد التضامني خاطر برشا فنانين يحبوا يعملوا حفلات الرايعة نتاعها يمشي لاخواننا في غزة ما تنجمش الدولة تعمل استثناء للحفلات هذه بالذات نجم علاش ما تنجمش اذا كانت تكون اذا كان يكون حفل مداخله لل علاش لا؟ علاش لا؟ علاش لا؟ فنانين تونسيين الكل معروفين بالنخوة نتاعهم مستعد حتى مش حفلة واحدة مستعد حتى 100 حفلة كانت تتحل يا فوزي وكتابين يعني اي كانت تتحل يا فوزي ما نصور حتى فنان تونسي ما يعملش حفلة نعم ما تصير أكثر من 100 حفلة ما نلموا اكثر من 4 5 مليارات واحنا شو وانا شكون شفت البيبي مسكره ما يجيش حق ترى لا هو ديجا تم منع الحاجات اللي فيها احتفالات بصفه عامه مي احنا باش نحاولوا ندفعوا حتى ولو كان المداخيل نتاعها يعني ما تطرحش الموضوع هي محرمه جمله على الناس الكل هو تنحى الجي سي سي اي تنحى الجي سي سي اصلا هو مهرجان سينما ممتاز وتنحى ممتاز قالوا زاد الحفلات والاحتفالات والحاجات هذيك كلها باش تتنحى نظرا للواح لكن كي تبدا الرايعه نتاعها ماشي الغزة ما فما علاش يتمنع ما فيها بس مسرحيات حفلات اي شيء فيه مد تضامني اي شيء فيه يد المساعده فنحن معه مدام احلام اليوم المصداقيه نتاع الشركه نتاعكم في الميزان سي فوزي لهنا المساعدات لهنا هذا جزء والمسيره متواصله وفما معناها حتى سالنا سي فوزي قال لنا مع مدام احلام حفله 100 كيف ان شاء الله يا رب يعاوننا ويقدرنا ان شاء الله مش كان انا برك ان شاء الله خواتنا كل التوانسه نشكر كل انا بالنسبه ليا انا معناتها كشركه ممثله في شركه ديم ايفنت اند كوم نحب نشكر شكر خاص سي فوزي وسي سمير اللي تبرعوا بالكاشي نتاعهم الكل وكانوا مساهمين معانا ما غير تردد ما غير حتى مشكله ديريكت قالوا لنا حتى ومشي اول سهريه نعملوها ومشي اول ايفنت ومشي اول ان شاء الله اول مش اول الاخر لكن نحب نقول هذا راهو مش غريب على سي فوزي من قلبه الكبير كرم ما شاء الله وسي سمير كيف نحب نقول لكم انا مصداقيه وشفافيه في السي سي تي ولينا كلنا اني موجوده هنا في تونس فاش تمثل المساعدات
كان تعطينا فكره. والله المساعدات احنا نسقنا مع خيانة تاع الهلال الاحمر الفرنسي، قالوا لنا نحبوا دواء ونحبوا ديكوفرتور ونحبوا دي ماتلا، دونك جبنا لهم اللي طالبينه وحبينا معناتها هذا جزء من اللي طالبينهم، وان شاء الله يا ربي نتعاونوا ان شاء الله ونعملوا مع اكثر كيكه، واتجاه لكل تونسي ماذا بيكم تفضلوا ورانا نجموا نعملوا ما خير، وباقل حتى مبادره مرحبا بيكم الناس الكل، ونتعاونوا الناس الكل ليد في الليد ان شاء الله، وان شاء الله نوصلوا حاجه هذا ان شاء الله. شكرا ان شاء الله، يعطيكم الصحه ومرحبا.